مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء متواصلين بمنافسات اشواط الصباحيه لهذه الفتره الصباحيه للاشواط المفتوحه من مسافه 8 كيلومترات. ميدان التحدي يشهد هذا التحدي الجميل والانطلاقات المميزه والمنافسه المستمره. والمنافسة المستمرة بتنافس شعارات والأسماء المتواجدة الغوية. أتواصل مع المركز الأول لآراء أريام على مقدمة هذا الشوط. تعود الملكية الهجن الشحانية لمضم السلطان بن محمد الوهيبي من يقدم أريام مع المركز الأول. وأنتقل بدوري إلى المركز الثاني لآراء وأتابع الذخيرة من تحمل الرقم 2 وتتواجد على المرتبة الثانية. هجن الشحانية هي من تمتلك الذخيرة. سالم بن فاران المري من يقدمها بعملية التضمير السيلية تتواصل مع المركز الثالث. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي وتواصل بالنداء مع المركز الثالث ليرى النويعس على ثالث المراكز. اذا نويعس على المركز الرابع. تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شفيع من يقود النويعس بعملية التضمير. وخامس المراكز الغارية هجن الشحانية هي المالكة للغارية والمضمر سالم بن فاران المري من يقودها بعملية التضمير. اعود الى الصدارة، اعود الى القيادة والى الانطلاقة من قبل أريام من بدأت تغني بأجمل الأصوات مع الصدارة ومع المقدمة. تتواصل أريام بألحانها الجميلة مع قيادة الأسماء ومع السيطرة التامة لمجريات هذا الشوط. تواجدت أريام مع المقدمة وانطلقت مع القيادة تحمل هذا الشعار، شعار هجن الشحانية بتقدم وقيادة الأسماء كما حضرت الجزيرة بأول أشواط الفترة الصباحية. قدمها أيضا الوهيبي سلطان بن محمد الوهيبي العملاق من قدم الأسماء الكبيرة والمميز وقدم لنا أيضا العريق بأول أشواط الثنائي القعدان وقدم لنا دوما بثالث أشواط هذه الفترة الصباحية. وتواصل بتقديم خود بخامس أشواط هذا اليوم وتواصل أيضا بتقديم أسبير من سجلت التوقيت الأفضل في هذه الفترة الصباحية. حملت لنا شعار هجن الشحانية وحملها وقدمها لنا سلطان بن محمد الوهيبي نتابعها على شاشة قناة الرياض. 12 دقيقة 37 ثانية 20 جزء من الثانية هذا هو التوقيت سباير من تواجد في سابع أشواط هذا اليوم مع أيضا انطلاقات مميزة وكذلك تواجد شعارات وتشكلت الانطلاقات مع تقديم أيضا الأسماء المميزة مع المضمرين المبدعين سالم بن فاران المري ومحمد بن خالد العطية الذهبي والمشاغب. ولكن هذه هي أريام مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية ومع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يقودها مع الصدارة، من يقودها مع المقدمة كأيضا منطلقة مع الصدارة ومع القيادة السليمة. المركز الثاني التواجد والتقدم من قبل السيلية على ثاني المراكز. تتواجد السيلية على المرتبة الثانية أحد المدن سميت باسم السيلية تيمنا باسم السيلية أحد المدن بدولة قطر وخصيصا بالدوحة. إذا هذه هي السيلية مع المركز الثاني. المركز الثالث تقدم الذخيرة ولديها أيضا ذخيرة ومخزون كبير من أيضا الانطلاقات الجميلة تنطلق إلى المرتبة الثانية تستعيد أمورها المسلوبة والمنهوبة من قبل السيلية. تتواصل وتحمل لنا شعار هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري لتتواصل السيلية مع المرتبة الثالثة. المركز الرابع انضمت النويعس، صحت النويعس مع المركز الرابع. تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبد الله بن طالب بن شفيع من يقودها بعملية التضمير ومن يقدم لنا أيضا انطلاقة النويعس. المركز الخامس أرى وأتابع الغارية ومتى بنقول شنة الغار الغارية من تتواجد على المركز الخامس بهذه اللحظات. خلف الخمس
أسماء لم يحن موعد تواجدها وتقدمها، ولكن وعدكم بتقدمها برفقة الغارية المملوكة لهيج الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري، ولكن أرى السيل الجارف من الأسماء الكبيرة المنطلقة قادمة لا محالة للمنافسة ولتشكيل الصورة الجميلة والانطلاقة بأيضا نقل حي مباشر من قناة البدع الفضائية الناقلة لأحداث ووقايع هذا السباق المحلي التاسع وهذه الانطلاقات الرائعة. أتواصل مع الصدارة، أعود مع المقدمة لأرى أول المراكز ولأرى القيادة من قبل أريام. أريام ما زالت تقود الأسماء، ما زالت تقود الشعارات وتنطلق مع الصدارة بشعار هجة الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقود بعملية التضمير. إذا مع المركز الأول ثاني المراكز أتابع تواجد النويعس على المركز الثاني، تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير عبد الله بن طالب بن شفيع من يقدم لنا النويعس مع المركز الثاني ثالث المراكز. بدأت تقترب وتنطلق من المركز الخامس حتى وصلت إلى ثالث المراكز الغارية. تعود الملكية الهجن الشحانية سالم بن فاران المري من يقودها بعملية التضمير المركز الرابع. أتابع تواجد وتقدم زيارة من بدأت بزيارة جميلة خفيفة على المراكز المتقدمة. هجن الشحانية هي من تمتلك زيارة والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقودها بعملية التضمير كما قاد وقدم لنا زيارة في يوم الأمس مع سن الجذاع في افتتاحية أشواط سن الجذاع. بالفعل في الفترة المسائية غاد لنا زيارة وقدمها في أول الأشواط وقدم لنا الطاير أيضا في أول الأشواط وقدم لنا الأسماء المميزة في سن اللقاية ومع الملتقى الجميل مع إبداع ومع أيضا الأسماء المميزة وإبداعات هذا الشعار. المركز الخامس التواجد من قبل السيلية على خامس المراكز. تعود الملكية الهجة الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن أرى وشل بدأت تنطلق مع المركز الخامس وتسلل المركز الرابع. تعود الملكية الهجة الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتأتي على المركز الخامس زيارة لهجر الشحانية مع عملاق المضمرين بعملية التضمير. هذه هي الأسماء وهذه هي الانطلاقة وأيضا هذه هي الأسماء التي وعدتكم بقدومها مع الخماسية الماسية ومع الأسماء المتقدمة بتشكيل المنافسة وبتشكيل القوة والإبداع. أعود إلى أول المراكز، أعود إلى المقدمة، أعود إلى هذا المركز الذي يطمع من أجله ويطمع المضمرين. هذا المركز المتقدم أول المراكز دائما وابدا في جميع الرياضات الكل يتمنى وأيضا يسعى من أجل الفوز بالمركز الأول. هنالك الصدارة، القيادة ما زارت مع أريام. أريام تقود الأسماء وتسيطر منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهي مسيطرة على المقدمة وعلى القيادة السليمة. تعود ملكية أريام لهجر الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن بدأت النويعس تضغط على أريام مع المركز الثاني. تعود الملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن شفيع من يقودها بعملية التضمير المركز الثالث. بدأت زيارة تنطلق مقدمة هذه الإثارة مع المركز الثالث. هجر الشحانية هي من تمتلك زيارة وسلطان بن محمد الوهيبي من يقودها بعملية التضمير. وأيضا أرى وشل من بدأت تتقدم من الجانب الأيمن، وشل بشعار هجر الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وهنالك الغدوم الغارية على المركز الخامس تتواصل بانطلاقتها الجميلة. هجر الشحانية هي المالكة والمضمر سالم بن فاران المري من يقودها بالتضمير، وبدأت أيضا الانطلاقة من قبل السيلية والتواصل من قبل الذخيرة خلف الخمس. وهنالك أيضا تقدم وقدوم
نجوم الأسماء المتواجدة والغزيل بدأت تغادر المراكز المتقدمة بقدومها. أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، تجاوزنا لفتة 1500 متر، خلاص عديناها مع انطلاقة هذه الذرة الأصايل المنطلقة على أرضية هذا الميدان. بدأ الانطلاق، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، وبدأنا بالصعود تدريجيا أو بالهبوط تدريجيا عفوا إلى خط النهاية وإلى بر الأمان وإلى الناموس وإلى الناموس الغالي. هذه الكلمة، الكلمة التي ترفع من معنويات المالك والمضمر، أيضا يسعى من أجلها الملاك، كلمة الناموس، الكلمة الغالية. المركز الأول أريام ما زالت تنطلق مع الصدارة مع القيادة، تغني بأجمل الألحان مع أيضا مقدمة هذا الشوط. تخص شريط الكيلومتر الأخير، تحلق مع الصدارة، ولكن يسلوب وصلت زيارة وانطلقت وشل وزيارة واريام، وتغيرت أمور الصدارة. ما أجمل هذه الصورة الجميلة، هذه اللقطة الجميلة، هذه الانطلاقة الرائعة من قبل تقدم زيارة، من قبل تقدم زيارة وشل، وشل وزيارة، زيارة وشل. وشل تقدمت مع المركز الأول بشعار هجة شحانية، ثلاثية رباعية خماسية بشعار هجة شحانية، ولكن الثلاثة المراكز المتقدمة مثلث الناموس، هذه هي الثلاث اللي يزيهم هلقة يوم مصركين الامتحان، ولعت من بينهم نار اللظى. يقدمها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، كمنت عملاق يا العملاق، مع تقديم الأسماء المميزة في هذا اليوم وفي يوم الأمس وفي أيضا السباقات الماضية، وبإذن الله تعالى في السباقات القادمة. هذه هي وشل، ولكن انطلقت مع الصدارة زيارة زيارة زيارة، شاهدنا مع الإثارة، شاهدنا مع القوة والإبداع، وأيضا هذا الناموس الذي يعانق شعار هجة الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي، وخصيصا مع أيضا زيارة، ومع وصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بأول المراكز. المركز الثاني وشل، المركز الثالث أريام بشعار هجة الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول من قبل استيلية أيضا بشعار هجة الشحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. خامس المراكز الغارية لهجة الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظة وصول وتقدم زيارة إلى خط النهاية. إذن 12 دقيقة 54 ثانية 90 جزء من الثانية، الثانية تبقى الهجة الشحانية والثانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني كان وصول قبل وشل، 12 دقيقة 54 ثانية 99 جزء من الثانية، الثانية تبقى الهجة الشحانية والثانية موصول المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ثالث المراكز كان الوصول من قبل أريام، من كانت قائدة لزمام الأمور، 12 دقيقة 55 ثانية 69 جزء من الثانية، الثانية تبقى الهجة الشحانية والثانية موصول المضمر سلطان بن محمد الوهيبي.